كده احنا خلصنا الرز اللي احنا هنقدمه. طب عندي ميه بقى مغليه، طبعا القلقاس تقدروا تعملوه من غير لحمه لو مش حابين قلقاس جوه اللحمه يعني. هحط فيه بصلايه اهو ميه سخنه، هحط طماطمايه، ماشي، هحط الجزرايه، ماشي، وهبدا ايه الميه زي ما انتم شايفين كده مغليه، هحط ورق اللورا والحبهان. بصوا انا هسلق اللحمه عادي خالص، ميه مغليه، بصل، حبهان، ورق لورا، جزر، طماطم، اوكي، بس كده مش اكتر من كده. هنبدا بقى ايه، شغل بس البوتاجاز اهو يغلي ويستوي، يعني اول ما يغلي هحط اللحمه وهسيب اللحمه تتسلق. تمام اهو قطع اللحمه، طبعا قطعوها زي ما انتم حابين. يبقى انا بسلق اللحمه عادي خالص، خلاص حطيت في الميه المغليه ورق لورا وحبهان وحطيت جزر وبصل وطماطم، خلاص كده هسيبهم يستووا ويغلوا كده وتتسلق اللحمه، هتبقى عندي بالشكل ده. تمام، بعد ما اللحمه تتسلق هاخد المرقه بتاعتها هي اللي هعمل بيها القلقاس. انا احنا ماشيين واحده واحده اهو عشان ما تلخبطوش معايا. هجيب كده المرقه، تمام، وهاخد منها عشان اسوي القلقاس. مش ممكن انزل في دول. بصوا هاخد من المرقه كده اهو، دي اللي هسوي فيها القلقاس بتاعي. طبعا قطع اللحمه برضو تتحكموا فيها زي ما انتوا حابين اهو. تمام، نحط بقى المرقه كده على النار تسخن، وهحط على المرقه، خلاص هي كده كده مغليه يعني، بس يعني ايه، حط عصره نص ليمونه بالظبط. هنيجي بقى عند القلقاس. بصوا انا كاسماء يعني كنت الاول استحاله ما اغسلش القلقاس، وبعدين جربته، كانت اختي على طول بتعمله من غير غسيل، فجربته كده يعني ان انا اعمل زي ما هي بتعمل. فكانت بتعمل ايه، كانت بتقطع الكميه اللي هي عايزاها كله من القلقاس، كانت تجيب كميه تقطعها، بعد ما تخلص تقطيعها بتقوم حطاهم كده على فوطه مسحاهم من غير ميه من غير اي حاجه، وبعدين عصر عليهم ليمون. بعد ما تعصر عليهم ليمون بتفرزهم بالشكل ده، يعني بعديها على طول بتقوم مفرزاهم. بعد ما بتفرزهم بتطلعهم من الفريزر، بتحط نص ليمونه على الشوربه، وبيبقى في منتهى الجمال. جربته فعلا ما بيبقاش يعني، بيبقى في ناس بتخاف من المخاط اللي بيبقى موجود في القلقاس، لا الطريقه دي فعلا فعلا ما بتخليش الموضوع كده. فمن ساعتها ما بقتش بغسل القلقاس، وبقيت ماشيه على الطريقه دي، بطلعه من الفريزر بيبقى معصور عليه ليمون، وبرده الشوربه بيبقى عليها نص ليمونه مش اكتر من كده عشان الطعم برده ما يغيرش، بيبقى الموضوع زي الفل. فاحنا عندي الشوربه اهي، حطيت عليها نص ليمونه، وبعدين هنزل بالقلقاس. شيماء صباح الفل، شيماء صباح الفل، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. عاملين اكل ايه النهارده؟ عاملين مكرونه بشاميل. الف هنا حبيبتي. الف هنا، اتفضلي حبيبتي. عايزه اسال على طريقه الرقاق. طريقه يعني الايه؟ طريقه الرقاق اللحمه المفرومه. حاضر، عينيا. كنت عايزه اسال ازاي يعني ما يبقى مقرمش معايا وما يبقاش طري. حاضر، عينيا. حاضر يا حبيبتي. صباحك جميل، هنجاوب حاضر عليكي. عينيا حبيبتي. بصوا احنا كده سايبين القلقاس يتسلق في الشوربه، وهحط كمان في شويه اللحمه، انا اللحمه هنا سلقاهم بس سايبه يعني شويه فيها ايه تكمل مع القلقاس اهو كده اهو. طبعا زي ما قلت لكم اي تقطيعه انتوا تحبوها قطعوها، حابين اكبر من كده اصغر من كده، بس اصغر من كده يعني ما يعني هي الحجم ده اصغر حاجه، ما اعتقدش ان انتوا يعني اصغر من كده هيبقى الطف في جوه القلقاس اهو كده. شيل البصلايه دي،
هطلع كده اللحمه اللي انا سلقاها، استخدمت المرقه بتاعتها، هملح بقى واشوف الملح بتاعي محتاجه تاني ولا لا، الكلام ده كله هظبطه في المرحله دي. تمام اهو كده. ام هاني صباح الفل. الفل والياسمين حبيبتي عامله ايه؟ والنشاط الحمد لله حبيبه قلبي. الله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بتوحشينا والله. الله يخليكي. وصباح الجمال والشياكه والحاجات الجميله دي كلها. سلامي سلامي والله انت بتسعدينا بحاجاتك كلها وحياتك. الله يخليكي الله يخليكي. اسمع عايزه اعرف العجينه بتاعت المناقيش بس. حاضر عينيا. حضر لك الخير. حاضر يا حبيبتي احنا عملناها طبعا مع بعض بس اقولها لك. حاضر عينيا. ما شفتهاش معلش ما شفتش الحلقه. هحاول ننزلها لك على طول. نهارك زي الفل حبيبتي. صباحك جميل. شكرا يا حبيبتي. بصوا انا هزود شويه مرقه كده، شويه ميه على المرقه، ونظبط بقى. حابين تزودوا مكعب مرق، حابين تزودوا شويه ملح، الكلام ده كله هنظبطه بالشكل ده. هنيجي بقى خلاص انا هنا بسوي القلقاس مع شويه اللحمه بقى، ايه تكمل ال 20% مسلوقه وزي الفل. خلاص هغطي كده، هسيبهم يغلوا مع بعض والقلقاس يستوي، كاني بسلق القلقاس في الشوربه. انا طبعا يعني بحكي لكم الموضوع من اوله عشان الناس اللي لسه داخله المطبخ جديد، لكن طبعا في ناس اساتذه بتعرف تعمل كل الكلام ده، بس بحاول دايما ابقى يعني جايبه الموضوع من الاول خالص عشان لو حد لسه متجوز جديد لسه داخلين المطبخ جداد من البنات اللي لسه بيتعلموا الطبخ يبقوا فاهمين الموضوع كله. هحط بقى شويه سمنه كده واعمل ايه السلق بتاع القلقاس. تمام بصوا هحط معلقه سمنه حلوه كده وهبدا بقى اقرب الثوم والسلق والكزبره اهو كده. هحط الاربع حزم بتوع السلق طبعا غسلاهم، وبصوا شايله العروق كده منهم اهو، مش لازم تقطعوهم، عايزين تقطعوهم قطعوهم، عايزين تسيبوهم كده اهو، ممكن تقطعوهم كده ممكن تسيبوهم. كل ده اصلا هيكش جدا، كل اللي انتوا شايفينه ده هيكش تماما. هحط معاهم الكزبره الخضراء سواء برضو مش يعني مش شرط تفرموها، حابين تسيبوها زي ما هي برضو تمام. وهحط معاهم خمس مثلا فصوص من الثوم. تمام اهو بصوا انا هنا يعني بحاول ما احطش الثوم مفروم قوي، حابين تحطوه مفروم ينفع عشان ما يتحرقش لما هي بتاخد وقت على النار لحد ما كل الورق ده عندي بصوا حجمه يصغر خالص ويغمق تماما، هو ده اللي بيعمل لي اللون الحلو بتاع القلقاس. بصوا اهو كل ما مدى هتلاقوها، بصوا الخضره بتدبل، بصوا شايفين شكلها ايه، وبتقل خالص في الاخر هيبقوا شويه صغيرين جدا هتشوفوهم عاملين ازاي. فبفضل ان الثوم يبقى في المرحله دي يبقى كامل عشان ما يتحرقش مني، لو هو مفروم ينفع برضو بس يعني هتاخدوا بالكم بقى انه ممكن يتحرق، فلو اتحرق هيديني كده طعم مش حلو في القلقاس، ممرر كده مش حاجه مش لطيفه يعني. لما الثوم بيبقى محروق شويه ما بيديني نتيجه مش الطف حاجه. السلق اقطعه ولا اسيبه مش فارقه خالص لان هو كده كده بصوا كل مدى، بصوا شايفين الورق بيكش ازاي، بصوا شايفين، ولسه بغمق السلق بالكزبره بالثوم كده بشوحهم في معلقتين السمنه الحلوين اللي احنا حطيناهم في الاول اهو، بسيبهم كده شويه وبقلب طبعا تقليب مستمر يعني من وقت للتاني ايدي فيهم كده عشان ايه اتاكد ان هم كلهم ما اتحرقوش ولا حاجه ولسه عايزه لونهم يغمق خالص عن كده. تمام تعالوا بقى نعيد عملنا ايه. الرز على النار اهو، اديله كده تقليبه خفيفه كده اهو، وطينا خلاص عليه اهو الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام بصوا شايفين مفلفل وجميل ازاي. خلاص هو اصلا يعني خمس دقايق هيبقى خلص خلاص. وحطينا كمان اللحمه تتسلق، اللحمه بعد ما اتسلقت اخدنا الشوربه بتاعتها حطينا عليها القلقاس وصفينا، خدنا كمان اللحمه حطيناها مع القلقاس اهو بيغلي مع بعض القلقاس بيستوي. وفي طاسه تانية حطينا معلقتين من السمنه، حطينا السلق، حطينا الكزبره، حطينا الثوم، وقاعد اهو بصوا قاعدين يعني قاعد بيتحمر في شويه السمنه دول لحد ما لونهم يغمق وفي نفس الوقت يكشوا خالص. بصوا كل مدى
بيقلوا ازاي. عشان كده بقول لكم حطوا اربع حزم من السلق، عشان لو قللتوا عن كده هيبقى لون القلقاس مش زي ما احنا عايزين. الخطوه دي لو عملتوها مظبوط هي دي اللي بتتحكم في اللون بتاع القلقاس.